نعرف أن المكسرات من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الوفيرة، والتي بالتأكيد تلعب دورا هاما في تعزيز الصحة العامة، فهي تحتوي على مجموعة منوعة من الفيتامينات والمعادن والألياف والدهون الصحية التي تساهم في تحسين وظائف الجسم وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة. ومع ذلك مشاهدينا، فإن تناول المكسرات يتطلب معرفة جيدة بكيفية استهلاكها والأوقات المناسبة لتناولها، بالإضافة إلى الأخذ بالاعتبار المحاذير الخاصة ببعض الأفراد. في لقائنا التالي نستعرض بعض الأسئلة الهامة حول المكسرات وفوائدها الصحية والطرق المثلى لاستهلاكها لضمان تحقيق أقصى استفادة منها، مع الصيدلانية الكيميائية والمستشارة الصحية فاتن أبو قبع. يسعد مساكي، يسعد مساكي يا رب، الله يبارك فيكم، أنتم منورين بوجودكم ما شاء الله عليكم. الشيء الإيجابي أنه الثقافة اليمنية مرتبطة ارتباط أصيل يعني بالمكسرات، هذا شيء إيجابي. الأعياد، المناسبات المهمة، الزواجات، الأفراح، لازم يكون في مكسرات. أسعدتني بهذا المعلومة. يعني على فكره يمكن مش الوطن العربي ككل ترتبط المناسبات السعيده بوجود المكسرات، مو بس على ما اظن، على ما اظن. لا لا، هذا اكيد، يعني حتى في دمشق، في الشام، في لبنان، في دول الخليج كلها مرتبطه. عرفينا على الفائده، يعني هي شريكه الفرح، بس جيب لنا الاشياء الجميله. جميل جدا. بالنسبه للمكسرات مثل ما تفضلتي حضرتك والتقرير الموجود فيه، انه فعلا هي غنيه بالدهون الصحيه الغير المشبعه الاحاديه والمتعدده، وهذا الشيء رائع جدا، بالاضافه لذلك للالياف والبروتينات، فهي تصلح لأصحاب الحميات الغذائية. وهذا الشيء كتير طيب، أنه بعض الأشخاص بقول لك أنا ملتزمة بحمية، لا بتجنب المكسرات، هذا شيء مفهوم خاطئ. دائما بنقول إحنا حتى نتخلص من الدهون الحشوية غير الصحية نحتاج إلى دهون صحية نتناولها ندخلها، يعني عكسوا بعض، بتعاكس بالتأثير. وأفضل شيء الدهون الصحية الموجودة هي بالمكسرات، رائعة جدا، دهون يعني فيها الأوميجا 3 رهيبة جدا بصحة القلب، صحة الشرايين، صحة الدماغ، أيضا لصحة البشرة. هي الستات حينبسطوا من هاي المعلومة، إنه فيها فيتامين إي، شكل اللوزة سبحان الله هي نفس شكل قطرة السيرومات، فسبحان الله اللوزة نفس قطرة السيروم، فهي غنية جدا بفيتامين إي رائع جدا للبشرة، بالإضافة إنه مضادات أكسدة بتحمينا من الجذور الحرة اللي هي أساس لتصلب الشرايين أو للجلطات الدماغية لا سمح الله. طيب يعني سيدة فاتن، فيما يتعلق بالأنواع والأشكال والأسماء، للأمانة أنا ما تعرفت على الأسماء إلا لما عرفت انه في فوائد، يعني في فتره قريبه تعرفت على اسماء الجوز واللوز والفستق وعين الجمل والكاجو وعين الجمل، يعني وعاد في مناطق اخرى لهم اسماء مختلفة. هل بالامكان تعطينا فكره عن الاسماء والفوائد المرتبطه بهذه الانواع؟ جميل جدا. هلا سبحان الله الجوز، خلينا هيك مشان يكون قريب للاذهان، شكله مثل شكل الدماغ تماما، التلافيف الموجوده بحبه الجوز تشبه تماما تلافيف الدماغ، فهي رائعه جدا، غذاء متكامل للدماغ، وخاصه بنقول للمقبلين على الامتحانات تقولوا خلوا غذائكم بحميتكم الغذائيه او بنظامكم الغذائي على عنصر الجوز، بما لا يعادل خمس حبات من الجوز، بتكون هذه سعرات حراريه كافيه، ما تجاوزنا حتى ما تسبب زياده في الوزن. وحتى بعض الاشخاص بيقول لك انا لو كثرت من المكسرات بصير في عندي لعيه نفس بسبب وجود هذه الدهون الصحيه، فلا افراط ولا تفريط فيها، بده يكون بشكل متوازن. فاذا الجوز هي رائعه جدا كغذاء متكامل للدماغ، مثل ما حكينا اللوز هو شكله مثل شكل القطره، فهو رائع جدا للفيتامينات اي مثل ما حكينا، وايضا للكالسيوم اللي عندهم حساسية من حليب، اللي عندهم حساسية أو أي مرض مناعي يمنعهم من تناول مشتقات الحليب، فسبع حبات من اللوز كافية جدا لك حتى ياخذوا حصتهم اليومية من الكالسيوم، كأنهم شربوا كوب كامل من الحليب. تخيل قد اللوز غني بالكالسيوم، يعني هذا الحليب النباتي، حليب تماما، فهو حليب نباتي، حليب اللوز مشهور جدا ورائع جدا، وحتى بالكافيات صار موجوده انك تشرب كابتشينو بحليب اللوز، فهذا متاح ورائع جدا اللي عندهم حساسية من الحليب البقري. ايضا في عنا البندق والفول السوداني، على فكره الفول السوداني ليس من المكسرات وانما من البقوليات، لكن يتعامل معامله المكسرات، هي معلومه كثير مهمه، فاللي عنده حساسيه من البقوليات بده ينتبه انه يعتبر الفول السوداني هو من البقوليات، يتعامل معامله اللي بده يتعامل بالحميه، فعلا هو يؤثر احيانا على القولون تماما بصير في عنده نفخه، بصير عنده عسر هضم، فهلا بنحكي كيف طريقه تناوله بشكل صحي حتى نتجنب هذه الاثار الجانبيه منه. جميل. طيب بالنسبه للكميات، يعني المكسرات تعرفي لو اكلناها ما مفتوح وحكيس تحط قدامنا لذيذة جدا وبنستمتع فيها، بس إيش هي الكميات اللي فعلا تحقق الفائدة بدون ما يعني شيء ينقلب ضده؟ الأهم شيء نقول ما نجيب الكيس مثل ما هو ونفتحه ونحطه قدامنا ونقول يلا سهرة ولا فيلم بده ساعتين، نطلع بالكيس كامل. أيوة. جميل إنه للشخص اللي بيحب نوع المكسرات يأخذ حصته من هذه المكسرات يحطها بطبقه ويحطها قدامه، خلاص يعرف إنه هي الكمية المتاحة إلي مع صحن الفواكه الموجود فيها بتخلص السهرة. هم يقولوا حفنة يعني، لكن مو حفنة رجال للأسف، لما بقول حفنة تبع رجال ما شاء الله بتطلع مو حفنة، هي الكمية 23 غرام
نوع واحد من المكسرات هو مسموح له. يعني خلينا نحكي مثلا حسب الشخص حسب شو 23 جرام قليل جدا. لا بس فيها دهون يعني الكف اليد يمكن تماما هي الحف بس مو ايدكم هي ما اقول لك ايد ايدنا نحن انا ايد كف اليد كامل ايوه تماما هي حبه الرجاله والحفنه يعني ما شاء الله فلا هي 23 غرام تماما. هلا 18 حبه لوز فيها 160 سعره حراريه نحن مش هنوازن بالسعرات الحراريه. ايوه 50 حبه من الفول السوداني الصغير فيها 160 سعره حراريه شوفي شو الاختلافات. 23 حبه من الكاجو فيها 160 سعره حراريه فهون بتختلف يعني الكميه هذه. تماما يعني حسب شو الكميه وحسب قد ايه فيها دهون كل ما يعني كل من المكسرات فيها نوع معين فيها تعادل من الدهون حسب السعرات الحراريه الموجوده فيها وكل شخص حسب يعني الحامل تختلف سعرات الحراريه لاحتياجاته للمرضع حسب للشخص اذا كان عم يذاكر عنده امتحانات او للانسان العادي فهون بتدخل فيها نوع قد ايه كميه السعرات الحراريه اللي بيحتاجها الشخص بنقدر ندخل الكميه المناسبه بحميته الغذائي وبنظام الغذائي للشخص. جميل. طيب اذا انت تكلمت الان عن الكميات ولازم نهتم بهذا الموضوع وعلى الأقل نأخذ فكرة مبدئية لكن فيما يتعلق بالأوقات هل هناك أوقات ممكن يتناول واحد فيها الشخص هذه المكسرات ويمتنع عنها في أوقات مختلفة؟ هلا افضل شيء اوقاتها تكون بعد وجبه الطعام او اثناء وجبه الطعام يعني ما تكون معده خاليه ما تكون معده فاضيه هذا افضل شيء بتكون مثل ما حكيت لانه هي فيها دهون وبعض الاشخاص او غالبيه الاشخاص هذه الدهون تماما بصير عندهم عسر هضم بقول لك صار في عندهم ارتجاع مريئي معده نتيجه هذا الحموض وايضا الالياف الموجوده فيها فالافضل تكون معده ما انا خاليه يعني اما مع وجبه الطعام او بعد وجبه الطعام تكون كسناك خفيف رائعه جدا. لكن اجمل من ذلك ان نحكي حتى نتجنب الاثار الجانبيه والمحاذير اللي نحكي فيها ان يتم نقعها في الماء كالبقوليات تماما من 12 الى 24 ساعه. هذا يستدعي انه نحن نجيب المكسرات النيه وليس المكسرات المحمصه. للاسف المكسرات المحمصه الموجوده بالاسواق بحمصوها بزيت النخيل هو الاقل سعرا واقل جوده ومؤذي جدا للشرايين يعني هيك عم نكسر فوائدها الصحيه بالاضافه لكميه الملح الفظيعه او الكميه الكبيره اللي بحطوها. فالافضل انه نجيبها نيئه ويتم تحميصها داخل المنزل. كيف؟ طريقه سهله جدا واي شخص بامكانه يعملها حتى نحصل على فوائدها ونتجنب حمض الفيتيك الموجود فيه. حمض الفيتيك هو يعمل على كبح بامتصاص الكالسيوم والحديد والزنك وبالتالي نخسر فوائده. لكن مع المس والطعم يعني المحمص يكون ألذ ويكون تمام. ربما عادي يحطوا له بعض البهارات او الفلفل او رح ناكلها بشكل لذيذ ما رح نطعميكم اياها الا بشكل لذيذ ولكن اللي هي مثلا نيئة تكون صعب ربما واحد قبل. هلا كيف بدنا نسوي بعد ما نقعناها من 12 الى 24 ساعه مع تغيير المي فيها كل ساعتين كل ثلاثه نكب المي عنها ونحط مي جديده فيها ونجففها بالهواء الطلق او نجففها بالفرن بامكاننا تحميصها على الغاز بمقلايه بدون اضافه او زيت ورشه خفيفه من الملح. نحن نتحكم بكميه الملح لانه بعض الاشخاص اللي عندهم ارتفاع بالتوتر الشرياني الاشخاص اللي عندهم بياخذوا ادويه الضغط او ادويه مميعات الدم او ادويه مضادات الحموضه الى تاثيرات جانبيه مع هذه المكسرات المحمصه من السوق. فنحن لما عم نقعب المي ونحن نجففها عن طريق الغاز او بالفرن هيك عم نستفيد منها تماما ونتجنب اثارها الجانبيه لو كان الشخص عنده حاله معينه حساسيه او عنده اي امراض مثل احنا في زمن السرعه يا استاذه فاتن زمن السرعه الواحد يستهلك وشي زعل يعني سالم انه تكون هذه القيمه الغذائيه الكبيره الموجوده في المكسرات بس بإضافة هذه الزيوت المهدرجه صحيح. الغير صحيه يعني احنا نفقد جزء كبير من هذه الفوائد تمام. فانا ارجح يعني واضم يعني نفسي هذه الافكار يعني انه نحمص في البيت تماما ونكسب تماما. هذه القيمه الغذائيه العاليه انا اذكر وانا صغير كانت امي تهتم بموضوع التحميص وكان عندها هذا الوقت لكن الان ربما في العصر السرعه في وقت استاذ والله لو بده يعمل وقت بيلاقي وقت يعني واحد ما يتحجج انا متضامن مع اللي هم يشتغلوا بسرعه واللي يروح سهل يعني هو نقع وتحميص يشتري الفرن صحيح تضبيط مواعيده وكذا ونظام الحياه في يكون صعب أيوة. تمام طيب في اشخاص ممكن يكون عندهم حساسيه تجاه هذه المكسرات كيف نتعامل وكيف نعرف اصلا انه في حساسيه يعني ما في حالات للاسف تصل الى الوفاه في ناس يتعرضوا لمضاعفات خطيره فكيف نميز هذه المكسرات؟ هلا خاصه مثل ما تفضلتي ممكن تظهر الحساسيه الى بقع حساسيه خفيفه احمرار كحكي تمتد هذه الحساسيه تكون شديده جدا تصيب الشخص صدمه تعقيد يعني ما قادر يتنفس خلاص بصير بحتاج الى ادرينالين يعني مثل بيقولوا انعاش القلب من جديد انا يؤدي الى الوفاه حقيقه. كيف نتمكن دائما نقول نبلش فيها من الاطفال من عند الرضع رائع جدا ادخال مكسرات للرضع نطحنه بالمطحنه وادخال على وجبه الاطفال يعني بشكل بودره ندخل الكاجو الجوز الفستق اللوز ندخليه هذه كتجربه ولا كبن على الحساسيه لا
كتجربة حتى نعرف هل من عند الرضيع هل هو عنده حساسية من هذه المكسرات أو لا، ونوع واحد فقط. فلو ظهر أي آثار جانبي، طفح، خروج، تغيير في خروج الرضيع، صار عنده الشخص طفل الرضيع استفراغ، أو مباشرة بيتم إيقافه وبيتم. كم مرة نجرب؟ مرة واحدة، من أول مرة يتم معرفة تماما. من أول مرة ببين الشخص أنه من لك بعد السنتين ارجعي جربي مرة ثانية، نشوف أنه جهاز المناعي هل تقبل تطور عند هذا الرضيع أم أنه بقي نفس الشيء. عند بعض الأشخاص البالغين كيف نعرف؟ يعني اختبار بسيط بالجلد، بيتم حقن هذه المادة من المكسرات تحت الجلد، بقعة صغيرة جدا، وبين ردة الفعل التحسسية كيف عند هذا الشخص البالغ. فإذا كان ردة الفعل التحسسية بقعة حمراء مع حكة، فنقول الشخص نعم أنت عندك حساسية من الكاجو، أو أنت عندك حساسية من اللوز، أو أي نوع من أنواع المكسرات. فباختبار بسيط جدا ممكن كشف فيها. بعض الأشخاص بيقول لك أنا والله ماني عارفاني من شو عندي، عندي حساسية من كل شيء بتحسس. كيف تكون حساسية؟ حساسية الجهاز الهضمي، مو حساسية جلدية، حساسية من الداخل. فهذا الشخص بيقول لك أنا بصير عندي غثيان، بصير عندي تجشف، بصير عندي تطبل بالبطن، بصير عندي غازات ونفخة نتيجة تناول هذه البقوليات. إلا لو تناولتها، أو هذه المكسرات عفوا، لو تناولتها بالطريقة الصحيحة اللي حكيناها، بالنقع وتجفيفها بالهواء الطلق أو بالفرن، ثم حمصت أنت لحالك، رح تتجنب هذه الحساسية من الجهاز الهضمي. هل الحساسية أيضا تمتد إلى طفح جلدي، حبوب في الوجه، أم أن المسألة مختلفة؟ يعني أنا أعرف صديقي يتناول البزر، عرفت البزر هذا، ربما بزر اليقطين أو بزر دوار الشمس، تجي له هذه الحالة الحبوب والتحسس، هل أيضا البزر يعتبر من المكسرات؟ طبعا طبعا، حتى هذه البزور تعتبر من المكسرات. نعم، يعني ملاحظة يعني أنا ربما جدا. أيوه، إحنا نفرق أحيانا فيه تماما، أنه فيها أيضا هي البروتينات اللي نسميها الحنظل، وأحيانا الزعقة عندنا تماما هي تسبب نوع من أنواع الحساسية. هي مادة غذائية بالنهاية، حسب مناعة الجلد كيف عم يتعامل الجهاز المناعي مع هذه المادة الغذائية. إذا اعتبرها هو عدو فرح يقابلها فعلا بحساسية شديدة. لكن في نقطة كثير مهمة بدي أحكيها، أنه ننتبه لما تشتري المكسرات، لما مثلا مثل الجوز او الفستق العبيد، لما بنكسره بيطلع منه دخان، يعني في بعض هذه هي سامة جدا، يجب تجنبها وعدم شرائها، تسبب لا سمح الله الى سرطانات بالكبد والكلى، هي هن فلاتر للجسم. فدائما نقول لما نشتريه بنشتري من متجر يكون في عليه رجل، او انه عم يتجدد هذه البضاعه تبعه، ما رأنا راكده او من سنوات تماما. هذه عباره عن سموم الافلاتوكسين، اللي هي يعني عباره عن سموم فطريه للاسف. وبعض الاشخاص بيقول لك، وبعض الامهات تقول لك يلا ما في شيء انفضيها هيك وخلينا نتناولها، هذا اسلوب خاطئ تماما، يجب ان ترمى نهائيا وعدم تناولها. بالإضافة لتسبب تشوهات جينية، تعمل الأم الحامل، لو تناولت الأم الحامل تعمل على طفرات جينية ولا سمح الله تسبب تشوهات في الجنين. فأي كبسولة من أي نوع من أنواع المكسرات لو كسرناها طلع منها دخان، غبرة بيضة أو دخان أخضر أو أسود، فهي فاسدة مليئة بالسموم الفطري. والطعم بعضها يجي مر، طبعاً مر تماما، طعمها مر مختلف، بيصير في طعم مغايرة، فهذا شيء هي سامة يجب تجنبها تماما. طيب المكسرات أحيانا تطلع هبات هكذا وترندات على المكسرات، مرة نشوف مكسرات مدخنة، نشوف مكسرات بالأجبان بالنكهات الغريبة، يضيف لها كل الأشياء بالسكر. أنت إيش رأيك في هذه الأشياء؟ هل هي فعلا ممكن تفقد قيمة القيمة الغذائية الخاصة بالمكسرات؟ هلأ ما حقول تفقد قيمة الغذائية كليا وصارت لا والله صفر ما فيها قيمة غذائية، لا أكيد حتضل فيها قيمة غذائية، لكن إحنا أضفنا جانب القيمة الغذائية قيمة سلبية، فيعني هيك يعني قللنا من القيمة الغذائية. طبعا أسوأها المدخنة حقيقة، يعني أدي لذيذة والكل الأطفال بحب، أو يعني غالبية الأشخاص بحبوها، لكن هي فعلا سيئة جدا. طريقة التدخين هذا الدخان اللي بحطوه، هي نفسها كيف تقول لما بناكل اللحمة المشوية في هذا الأسود الأكريلاميد، هي مادة مسرطنة. هذا الدخان أو مادة الأكريلاميد نتيجة البروتين موجود فيه تحول إلى مادة سوداء، أو أعطاكي هذه طعم الدخن الموجود فيها. إذا دكتور إحنا بندخل الأكل فيه، عندنا وصفات في اليمن بنسوي فيها تدخين، يعني خطيرة هذا الإجراء والله للأسف كتير جدا. حتى الخبز لما يتحمص، البطاطا لما تحمص، كل مادة الأكريلاميد عم تكون موجودة هذه المواد الغذائية. هي مادة طبعا مو مادة مسرطنة تعتبر من أول وجبة أنا تناولتها، لا، نتيجة تراكم هذه المكونات في الكبد، وخاصة الكبد دائما نقول على الكبد هو فلتر الجسم، بترسخ في هذه المواد السامة، هو بيكون أول واحد عنصر يصاب فيه لا سمح الله بالسرطان أو المرض المناعية. جميل جميل السيدة فاتن، يعني صراحة نصائح جميلة، وفيها جانب وردي وفيها جانب ربما مظلم إن شاء الله، كله وردي إن شاء الله. وربما هل لديك نصائح أخيرة فيما يتعلق للتجار من يتعامل مع هذه المكسرات، وأيضا لمن يقبل على شرائها
من المسانكي. جميل. أهم شيء أهم شيء حفظ المكسرات يكون في مكان بارد وجاف، ليس رطب وحار. هذا بالنسبة للتجار. بالنسبة حتى بالنسبة لما تشتري، اشتريته من تاجر محافظ على بضاعته، بس أنت إجا خزنته ببيتك تماماً بمكان رطب، بمكان حرارته 38-39، فأكيد حتتشكل هذه السموم الفطرية فيها. نعم. فنحفظه إذا جاب واحد شخص كمية كبيرة داخل البراد أو داخل الثلاجة. الأفضل بالفريزر، يعني بالقسم العلوي من البراد، تحافظ على كل القيم الغذائية وتحفظها من السموم الفطرية. في بسيط جداً، يعني هي طريقة التخزين بسيطة جداً. كل ما بده يتناول الشخص قبل 5 دقائق 10 دقائق طالعة، وبتكون مقرمشة، تحافظ على قرمشتها لانه تجنبت الرطوبه الخارجيه من الجو، بتضل مقرمشه تازه، يعني ما حس الشخص انه هو والله ربما تجربه تحتاج الموضوع. لا رائعه جدا، يعني هي حتى مكسرات العيد اذا جابها واحد فتره قبل فتره يحطها بالفريزر، رائعه جدا بطالعها، بتضل تازه لذيذه جدا. ومثل ما حكينا دائما اشتروا من المتاجر اللي فيها حركه، ما بتكون بضاعته كاسده قديمه جدا، انه مكان صعب جدا بجوز تكون بعض المتاجر يكون فيها بروده او فيها جفاف، فبالتالي نتجنب الفطور. السموم الفطريه فيها ليست سموم بكتيريه، سموم فطريه مثل حكينا عنها، هي الأفلاتوكسين، سامة جدا. فعلا من أحلى السناكات الخفيفة اللي ممكن نتناولها، وبالأخص للأطفال نشجعهم على بدل الشيبسات، فعلا بدل هذه الأشياء المضرة، وتصبح جزء من يعني نظامهم الغذائي. شكرا لوجودك معنا. الله يبارك فيك. أبو شكرا لوجودك. صيدلانية الكيميائية وأيضا مستشارة الصحية، نورتينا في ديوان. الله يبارك فيك. شكرا لكم.